السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للإخوان الأخوات، مرحبا بكم من جديد على قناتي المفكر المغربي. وكما وعدناكم في المرة السابقة أننا سنتناول موضوع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وما أثاره من نقاش وتحفظات وإضرابات أفضت إلى حضر الزمن المدرسي هذه السنة. واليوم سنتطرق إلى هذا النظام الأساسي وعن شكله وشكلياته وإطاره الشكلي قبل أن نبدأ في سرد مضامينه وشرحه، ولنتوقف عما إذا كان هذا النظام الأساسي مجحفا في حق الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فأولا، النظام الأساسي عنونا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، جاء بموجب المرسوم رقم 819-23-2. وجدير بالذكر أن المرسوم ليس هو قانون تشريعي يصدره البرلمان، فالمرسوم يصدره رئيس الحكومة يوقعه بالعطف هو أو الوزير المكلف بتنفيذه. وفي هذه الحالة فإن الوزير المكلف بتنفيذ هذا النظام هو وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يضم 98 مادة مقسمة على 12 بابا. الباب الأول عنون بالمقتضيات العامة، والباب الثاني عنون بالهيئات والمهام، وضم 4 فروع هي تباعاً: فرع حول هيئة التربية والتعليم، وآخر حول هيئة الإدارة والمدرسة والتدبير، والفرع الثالث حول هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم. أما الفرع الرابع والأخير فعنونا بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين. الباب الثالث عنونا بالتوظيف والتكوين والترسيم، ويتكون من فرعين: الأول عن التوظيف والتعيين، والثاني حول الترسيم. أما الباب الرابع فعنوانه الترقية والتقييم، وضم 3 فروع: الأول عن الترقية في الرتبة وفي الدرجة، والثاني عن إعادة الترتيب، والثالث حول تقييم الأداء المهني. أما الباب الخامس فعنون بمهام الإدارة المدرسية وتنسيق التفتيش. الباب السادس عن نظام التعويضات، والباب السابع عن التحفيز المهني، الباب الثامن عن الحركية، الباب التاسع عن العقوبات التأديبية، الباب العاشر مقتضيات مشتركة، الباب 11 عن مقتضيات انتقالية، والباب 12 والأخير حول مقتضيات متفرقة وختامية. وقد جاء في مذكرة مشروعي هذا المرسوم أنه يهدف إلى تحقيق جودة التعليم، وأنه جاء في إطار النموذج التنموي الجديد، كما أنه جاء في إطار البرنامج والحكومي وأهدافه للسنوات من 2021 إلى 2026، وأنه يهدف إلى إصلاح منظومة التعليم. فهل هذا النظام الأساسي يخدم رجال التعليم؟ وهل هو نظام عادل؟ هل يحقق مكاسب للشغيلة التعليمية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها بحول الله تعالى أثناء سرد مضامين هذا المرسوم، وذلك بشرحها مادة مادة حتى نتوقف عند الحق.
شاركوا في القناة وبارتجوا الفيديو. شكرا.